بسم الله الرحمن الرحيم. الصف الثالث الاعدادي مكملين حبايب منهجنا مع بعض. عندنا كنا وقفنا هنا عند الديفينيشنز. هاجي هنا شباب عندي كلمه سكولرشيب. سكولرشيب اللي هي المنحه الدراسيه عباره عن ايه؟ money that a university or school gives. فلوس بتديها الجامعه او المدرسه to someone, لشخص ما, to pay for their education, عشان يتحملوا تكاليف التعليم بتاعه. دي منحة دراسية scholarship. في collocations هنا بقى pass an exam يعني يجتاز امتحان, learn a new skill, watch TV, get dressed, get home يوصل البيت. عندي get an award يعني يحصل على جائزة. عندي get a scholarship يحصل على منحة دراسية. have a baby تنجب مولود. play computer games follow their dreams. write music. eat dinner, eat lunch, eat breakfast, win an award. السينونيمز والانتونيمز. عندي كلمة respond بتيجي كتير في الأسئلة شباب. respond هي reply أو answer, عكسها ايه؟ ignore يتجاهل. نعم. require يعني يتطلب كده. require يعني يتطلب, ومنها الاسم requirements المتطلبات. تمام. fact الحقيقة او الواقع زيها زي truth الحقيقة. imagination الخيال عكسها. repair كلمة imagination يعني خيال او fancy. imagination او fancy يعني الخيال. repair يصلح. mend fix يصلح. عكسها يكسر بقى spoil او break. ال prefixes وال suffixes. عندي ال ish بتدي الجنسية يعني مثلا عندي Poland دي البلد, Polish الشخص الايه البولندي. ال AL بتحول الاسم لصفة يعني international دي صفة بمعنى دولي. ship بتكون الاسم. scholarship منحة دراسية. hardship المشقة. عندي هنا بقى يا شباب الفرق بين at the age of و in the age of. at the age of يعني aged يعني عمره كذا. my uncle سعد died at the age of 58 يعني مات في عمر 58 او مات aged يبلغ من العمر 58. يبقى دي at the age of بتساوي aged. لكن in the age دي بنستخدمها بمعنى في عصر كذا يعني in the stone age في العصر الحجري. people's tools الادوات اللي كان بيستخدمها الناس were made of stone كانت مصنوعة من الاحجار. connect with و connect to. connect with يعني يرتبط ب. لما يقولي she started a company to connect athletes with universities يعني هي انشأت شركة علشان تربط بين ايه الرياضيين اللي في الجامعة, تربط الرياضيين بالجامعات بتاعتهم in the USA. connect to كلمة connect to يعني يتصل بي, يوصل حاجة بحاجة, يوصل مثلا البرينتر باللابتوب, يوصل الفيشة بالكوبس. تمام. the computer is not connected to the internet الكمبيوتر مش متصل على الانترنت. دي connect to. في born in و born into. born in دي تيجي مع البلد او السنة يعني مثلا لما اقول I was born in October انا اتولدت. I was born in October يجي معها سنة شهر او سنة. I was born in 2006 مثلا. وممكن يجي معها مكان. I was born in Egypt انا ولدت في مصر. يبقى I was born in يتجيب لي معها شهر يا سنة يا مكان. في بقى born into لما يقول لك he was born into a rich family. he was born into
born into يعني ولد في عائلة ثرية. He was born into a rich family. ولد في عائلة ثرية. كلمة business و businesses. كلمة business اسم لا يعد يعني ملهاش جمع. لما أقول طبعا business يعني تجارة أو عمل ودي كلمة لا تعد زي ما قلنا. She is busy doing her own business. هي مشغولة في التجارة بتاعتها أو في الشغل بتاعها. لكن كلمة businesses دي مش جمع business. دي معناها المشروعات أو الأعمال التجارية أو المؤسسات التجارية. I think small businesses يعني أعتقد أن المشروعات الصغيرة can help with the country's economy. ممكن تساعد في اقتصاد البلد. الفرق بين pass وsucceed. pass يعني يجتاز وsucceed يعني ينجح. هو احنا بنقول بالعربي كده واضح المعنى فيه. بتقول يجتاز في الامتحان ولا يجتاز الامتحان؟ يجتاز الامتحان من غير حروف جر. يبقى تقول pass the exam. pass the exam يجي بعدها من غير حروف جر. لكن احنا بنقول ينجح في الامتحان يبقى تقول succeed in the exam. ده الفرق بين pass و succeed. ان pass يجي بعدها المفعول على طول يجتاز ايه. لكن succeed لازم succeed in ينجح في. هنا الامثله هو بيقول he passed his final exams. هو اجتاز امتحاناته النهائيه. succeed in او قال لي succeed in يجي بعدها اسم او فعل متضاف له ing. he succeeded in his final exams. هو نجح في امتحاناته النهائيه. he succeeded in getting a place. هو نجح في الحصول على مكان. in a special school في مدرسه متخصصه. get 100% have a place to top have a place at a top university يعني ياخد مكان في جامعه من جامعات القمه. feel happy for يحس بالسعاده عشان كذا. return to do well done أو great job. علشان هناخد النهارده how to respond to good news ازاي تستجيب للاخبار الجيده. come first يعني يطلع الاول. come second يطلع الثاني. A hospital for children من الأقدم حتى الآن. From the earliest until now. Get the result of يحصل على النتيجة نتيجة كذا. Get the result of the exam مثلا يحصل على نتيجة الامتحان. Surprised by مندهش ب. Respond to يعني يستجيب لي. Have a scholarship for يحصل على منحة دراسية. ممكن تبقى have a scholarship أو get a scholarship. happy for سعيد بخصوص كذا. work on a school project يعمل مشروع مدرسي. win fourth place يفوز بالمركز الرابع. as well as يعني بالإضافة إلى. هنا الريدنج هاي فريدة هاي ملك. guess what خمني عصدر فزر كده. I just got the results of my music exam. أنا لسه حصل حالا على النتائج بتاعت امتحان الموسيقى. yes how did you do عملت ايه. خلي بالك من السؤال how did you do عملت ايه. I passed عديت. of course you did اكيد. well done بص الجود نيوز بن الاخبار الجيدة بنستجيب لها بايه. well done احسنت. great job great job. but also لكن ايضا I got the highest score in the class. انا جبت اعلى سكور في الفصل. wow You did really well. برضو ممكن تقول ايه. You did really well. انت اديت بشكل جيد جدا. What an amazing achievement. لما حد يقول لك ان هو عمل انجاز تقول له ايه. What an amazing achievement. الحاجات دي بتيجي في المحادثات على طول. I can't believe it. انا مش مصدقه. I was so nervous doing the exam. انا كنت متوترة جدا وانا بحل الامتحان. I knew you would do well. انا كنت عارفة ان انت هتحل كويس. I'm really happy for you. انا سعيدة من اجلك. You worked really hard. انت بالفعل عملتي بجد. Thanks ملك. هنا you look happy نادر. شكلك سعيد يا نادر. I am yes. I have won a short story competition. انا فزت بمسابقة القصص القصيرة. Well done.
او بقول له well done او great job. Was that a competition at your school؟ هل دي كانت مسابقة في مدرستك؟ No, it was a short story competition for everyone. دي كانت مسابقة لكل الناس. For everyone, لكل الناس. بص دي بتتكرر كتير اهي. What an amazing achievement. يا له من انجاز مدهش. Didn't you win the school competition last year؟ اشتفزت بالمسابقة بتاعت المدرسة السنة اللي فاتت؟ Yes, I came second in the class. طلعت الثاني في الفصل. So I worked harder this year. انا عملت بجد اكتر في هذه السنة عشان اطلع الاول. I knew you would do well. انا كنت عارف ان انت هتأدي بشكل جيد. You worked really hard. انت عملت بجد جدا. Thanks. I'll get the award next week. انا هاخد الجايزة الاسبوع القادم. I'm really happy for you. I'll come and watch. انا مبسوط علشانك. انا هاجي واتفرج. New message. Hi, I have got some good news. عندي اخبار جيدة. I have won an award. انا فزت بجائزة. As you know, كما تعرف, my family help every week at a hospital. اسرتي بتساعد في مستشفى كل اسبوع. For children, للاطفال. We play games with the children. نلعب جيمز مع الأطفال. And read them stories. ونقرأ لهم قصص. The nurses at the hospital decided to give my family an award for our work. الممرضات اللي في المستشفى قرروا ان هم يدونا جايزة انا واسرتي على الشغل بتاعنا معاهم. We are getting in next week. ناخدها الاسبوع الجاي. Can you come and watch us get it? ممكن تيجي وتتفرج علينا واحنا بناخد الجايزة. فاطمة علي البنا, ده مهم بقى شباب عشان البايوغرافي مطلوبة منك. زي ما قلت لك اي شخص يجي لك ذاكر معلوماتك عنه, لانه ممكن يجي بالاسم. يعني مش هيقول لك, ممكن يقول لك اكتب عن اي شخصية, بس ممكن كمان يجي يقول لك اكتب عن فاطمة علي البنا. فهتيجي تكتب ايه بقى؟ لازم تكون عارف سمر عبد الفتاح, فاطمة علي البنا, الناس الشخصيات اللي عندك. هتلاقي في اخر كل درس بتاخد فيه شخصية في مجموعة ايه, مجموعة نقط كده تقدر تكتبها عنها, لخصهم في سكتشك كده وايه, وذاكرهم, بص عليهم كل فترة عشان تفضل فاكر. فاطمة علي البنا was born in Alexandria, اتولدت في اسكندرية in 2003. As a child, كأي طفل, she loved learning about science. كانت بتحب تتعلم حاجات عن العلوم. And wanted to be a great scientist. كانت عايزة تبقى عالمة عظيمة. After she finished preparatory school, بعد ما خلصت الإعدادي, she started at science, technology, engineering and math school. بدأت راحت مدارس STEM في اسكندرية. وقلنا STEM, الS stands for science, T stands for technology, E stands for engineering, M stands for math. يا رب يا شي ذن. انا عمال اقول لها من السنة اللي فاتت انا عايز اوديها STEM, بس لما تذاكر بس اللي هي بتاخد ايه ماشي. She then learned more and more about science. اتعلمت اكتر واكتر عن العلوم. As well as, بالاضافة الى, how to look after the environment, ازاي تعتني بالبيئة. And Egypt's culture, وحضارة مصر. When she was at school, لما كانت في المدرسة, she came first in Egypt. طلعت الأولى في مصر in the NASA International Space Apps Challenge, في تحدي التطبيقات لوكالة ناسا الفضائية الدولية. A problem solving competition, مسابقة لحل المشكلات, for scientists around the world, للعلماء حول العالم. Later, بعد كده, she worked on a school project, عملت على مشروع مدرسي. She found a natural way for villages, أوجدت طريقة طبيعية للقرى, to clean dirty water, علشان ينظفوا المياه القذرة, and to recycle used water, عشان يعيدوا تدوير المياه المستخدمة. The recycled water, المياه المعد تدويرها, is used to help plants to grow, بتساعد في ايه, النباتات في النمو. And the project, والمشروع كان
can also help to stop water pollution. ممكن يساعد في إيقاف تلوث الهواء. She sent her project, بعتت الايه المشروع بتاعها to the Society for Science in the USA, لمجتمع العلوم في الولايات المتحدة. In 2021, her project won fourth place in another international competition. البحث بتاعها او مشروعها ده فاز بالمركز الرابع في مسابقة دولية تانية for science and engineering, للعلوم والهندسة. Now Fatma wants to do more things to help science. فاطمة عايزة دلوقتي تعمل حاجات اكتر علشان تساعد في مجال العلوم. A biography about Nada Zahir. Nada Zahir was born in Alexandria, Egypt. اتولدت في اسكندرية. As a child, كطفلة, she played a lot of tennis. لعبت تنس كتير. When she was a teenager, لما كانت مراهقة, she found out يعني ايه شباب؟ يعني discovered يعني اكتشفت. found out that she had a sports scholarship to go to Columbia University. لقيت ان جاي لها منحة انها تروح جامعة كولومبيا in the USA في الولايات المتحدة. Then she went to the USA to study. راحت الولايات المتحدة عشان تدرس and play tennis وتلعب تنس. After university, بعد الجامعة, she returned to Egypt, رجعت مصر, and decided to help more international athletes. وقررت انها تساعد اللاعبين الدوليين to study in other countries, ان هم يدرسوا في دول تانية. So she started a company, انشأت شركة to connect athletes with universities, عشان تربط الرياضيين بالجامعات in the USA في الولايات المتحدة, and help them to find scholarships, وساعدتهم في الحصول على منح. Now she helps students from Egypt. دلوقتي هي بتساعد طلبة من مصر and other countries ودول تانية to follow their dreams, ان هم يتبعوا احلامهم ويحققوها. Guess what? خمن. I have good news. عندي اخبار جيدة. What is it? بص لما يقولك I have good news تقول له ايه? What is it? بتجي كتير في الاسئلة. ايه هي؟ بص good news, احنا متفقين ان كلمة news ايه اسم لا يعد, يبقى تقول the news is. عشان كده لما جيت هو قال لي عندي اخبار حلوة, قلت له what is it, ما هي؟ I have got a scholarship, انا حصلت على scholarship منحة to a university in Canada. Well done. بص لما سمع خبر حلو قال ايه well done, احسنت, that's incredible, هذا لا يصدق. Yes, I can believe it, انا مش مصدق. I'm going to play tennis and study hard, انا هلعب تنس واذاكر بجد. I'm really happy for you, انا مبسوط علشانك. You will play at an important tournament soon, انت هتلعب في بطولة مهمة قريب جدا. يلا شباب قولي معايا ملوكة كده. Jacob is from Poland. يبقى he is Polish, من بولندا يبقى بولندي. يلا جميل. I have gone to a university of Cambridge in the UK. برافو, scholarship, حصلت على منحة. UK اللي هي شباب United Kingdom, المملكة المتحدة, انجلترا وبعض الدول كده, United Kingdom, UK. يلا بينا. Please make a fact file. Fact file اللي هو الملف, ملف الحقائق عن اي حاجة. About a young role model, عن نموذج شاب قدوة in your life, في حياتك. Is an event which people, businesses, etc. show and sell their goods. ده ايه؟ fair, المعرض, بيكون حدث الناس فيه او الشركات show, بتعرض, and sell their goods, وتبيع المنتجات بتاعتها. Goods اللي هي البضائع طبعا. She started a company to برافو, هي انشأت شركة علشان تربط الاثليتس اللاعبين with universities, بالجامعات in the USA. I have the chair that was broken. مين؟ ملا.
I have repaired, يعني أنا صلحت الكرسي that was broken اللي كان مكسور. قول you came first in a short story. ركز هنا الأول. You came first in a short story competition. طلعت الأول في مسابقة. Wow, I can't believe it. أنا مش قادر أصدق. That's good news. دي أخبار جيدة. Water is used to help plants to grow. المية بتستخدم عشان تساعد النباتات في النمو. A person who is between 13 and 19 years old is called teenager Murad. All students, كل الطلبة that play well in our school performance yesterday. Performed. بيقول لي كل الطلبة أدوا المسرحية أو مثلوا المسرحية well بشكل جيد in our school performance في العرض المدرسي امبارح. Fix is the synonym of the word repair. Synonym لrepair يصلح ومند يصلح. لكن prepare يعني ايه؟ Prepare. يا راجل ما repair يعني ايه؟ Prepare يعني يعد او يجهز. برافو. Is the opposite of ignore. Ignore يعني ايه شباب لسه قايلين؟ يتجاهل. Ignore يعني يتجاهل. يبقى عكسها يستجيب. Respond. The suffix ish in the word polish refers to that. بيشير الى ايه هنا؟ job الوظيفة ولا nationality الجنسية ولا hobby هواية ولا sport رياضة. برافو. nationality جنسية. Suffix A gives a noun from the word hard. Hardship. Bravo. المشقة. My phone is in need of repair. التليفون بتاعي محتاج تصليح. That means that the phone is damaged or broken. تالف أو مكسور. Who first in the contest. يعني ايه contest يا شباب؟ contest يعني competition. contest يعني competition. واخدينها وحلينا المرة اللي فاتت كذا مرة. contest يعني competition بطولة او منافسة. يلا مين اللي عليه الدور؟ ملك. who came first in the contest. مين اللي طلع الاول في المسابقة؟ ها. student starts school space the age of 6. ايوه برافو عليك. at the age of 6. امال امتى اقول ان بقى مع العصور؟ اقول ان ذا ستون ايج في العصر الحجري مثلا. in the roman times. last year we worked a school project. عملنا على مشروع مدرسي. دي بصي بالذات كده كلمة project اسمها work on يعني يعمل على مشروع بحثي مدرسة. work on. she spaced in her final exams. يا جدع قلت لك لما طيب ما احنا قلنا pass. قلت اعملها بالعربي بس. pass يعني اجتاز. يجتاز لامتحان. ما فيش حروف جر. لكن ينجح لامتحان ولا ينجح في الامتحان؟ باس من غير حروف جر. succeed in. يبقى she succeeded in her final exam. لو قلت باست اقول باست يا عبد الله في نفس المثال ده. ولو استخدمت باست اقول شي باست. طيب يبقى اقول بقى شي باست هير فاينل exam. most successful people معظم الناس الناجحين were born into poor families. برافو. ولدوا في عائلات فقيرة. لا هنا طبعا الجزء ده مهم جدا. responding to good news الاستجابة للأخبار الجيدة. هنا بيقول that the football team won 2-0. يبقى response A they did really well. عملوا أداء جامد. they got 100%. he got 100% in his exam. بص اقول له ايه. what an amazing achievement. يا لو من انجاز رائع. Myrna is getting married. اقول لها I'm really happy for you.
هلا has a place at a top university. خدت مكان في جامعة من جامعات القمة. I knew she would do well. أنا كنت عارفة أنها هتحل كويس أو هتأدي بشكل جيد. She worked really hard. هي عملت بجد. I've repaired the broken chair. أنا صلحت الكرسي المكسور. Great job. Well done. أحسنت. طبعا يا شباب البيوغرافي على الرول موديل عندك اهو فاطمة علي البنا ملخصت الكلام اللي قلناه عنها. نفس الكلام بالنسبة لندى زاهر. تعال يلا نشوف ده. An interviewer محاور is making an interview بيعمل حوار يا احمد with an Egyptian space engineer مع مهندس فضائي مصر. Welcome summer, can you tell us about your job? ممكن تحكي لنا عن وظيفتك. When did you want to be a space engineer? امتى كنت عايزة تبقي مهندس فضاء. A young child, طفلة صغيرة. That's great. I studied space engineering in Cairo University. درست هندسة الفضاء في جامعة القاهرة. Yes, I won a space technology competition in the USA. Were there any other competitors from Egypt in that competition? يلا نحل. Welcome summer, can you tell me about your job? ممكن تحكي لي عن وظيفتك؟ Of course, sure. طيب ما احنا وقفنا. انا رديت اهو. Can you tell me about your job? يبقى لازم اقول yes او no او of course. اوكي تمام. I am لازم او ان قبل الوظيفة. يبقى تقول I am a space engineer او I work as a space engineer. When did you want to be a space engineer? امتى كنت عايزة تبقي space engineer؟ عندما كنت طفلة صغيرة. عشان هي استغربت هنا من الكلمة. When I was a young child. When I was a young child. A young child, that's great. هنا بقى سؤال وإجابته. I studied space engineering in Cairo University. يبقى هو مكان. يبقى أسأل بإيه؟ Where. الفعل المساعد. فعل المساعد did عشان studied. برافو يا ملك. Where did هي قالت قبل. Where did you. Where did you. الفعل يبقى في المصدر عشان did. Where did you study space engineering. أين درست هندسة الفضاء. Where did you study space engineering. قالت I studied space engineering in Cairo University. طيب الإجابة yes. يبقى السؤال بفعل مساعد. أيوة. One في الماضي يبقى did. برافو عبدالله. Did you win did you win a space technology competition in the USA. أو ممكن تقول did you win any awards. هل فزت بأي جوائز. Yes, I won a space technology competitions in the USA. هنا yes I won a space technology competition in the USA. عادي ما فيهاش مشكلة. Were there any other competitors from Egypt in that competition. هل كان في متسابقين تانيين من مصر. No. عشان هي كانت لوحدها. Only my team. يلا شباب. Is money that a university or school gives to someone to pay for their education. أيوة. Scholarship. المنحة الدراسية. Mend and fix are synonyms of the verb repair. We add the suffix to form the noun of the word friendship. Yes. Ship. هنا we get the adjective from nation. Nation يعني أمة. Nation يعني أمة.
national يعني قومي, national قومي, international دولي أو عالمي. reply and ignore are reply عكس ignore, يبقى دول antonyms. سوها plays a musical instrument, بتعزف آلة موسيقية. she wants to be a famous musician, عايزة تبقى موسيقار مشهور. اعمل دول في الهومورك, عايز اشوف البيوغرافي of a famous person لكل واحد فيكم المرة الجاي, عايز اشوفها في السكتش. خد بقى باشا هومورك لحد ما تخبط في الوحدة الجديدة. خد التست ده هومورك, هديك كلمات الوحدة الستة اهو. what's wrong teenager او teen مراهق, social media, بقولها كده social, social media, achievements, cyberbullying, cyberbullying اللي هو التنمر عبر الانترنت, abilities, billion, appearance, social life, anxious, embarrassed, upset, support, secret, lonely, height, common, importance, mental health, art club, school work, website, nearly, study, music club, report, helpful, share, experiences, important, join, language club, suggest, fail, speaking, British, offer, nobody, anyone, behavior, choice, somebody, opinions, spread, spend. وهنقف عند الديفينيشنز واشوف بقى الايه الهوم ورك المره الجايه ان شاء الله. Thank you and goodbye.